أحبتي في المسيح، ونلتقي مجددا مع حلقة جديدة من برنامجكم المجلة السعودية. واليوم من ضمن فقراتنا حنجاوب على سؤال مهم جدا، وهو هل صلب المسيح؟ الرب يبارككم. أعزائي المشاهدين، أحييكم وأرحب بكم بنعمة وسلام المسيح اللي يفوق كل سلام. اليوم ومن خلال فقرتكم أسئلة المسلمين الشائعة، حنتكلم عن سؤال المسلمين بخصوص صلب المسيح. يتفق المسلم والمسيحي أن عملية الصلب حدثت فعلا، ولكنهم يختلفون في شخصية المصلوب نفسه. المسيحي يقول أن المصلوب هو يسوع المسيح، والمسلم يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، نساء 157. وهذه الآية هي سبب التشويش عند المسلم، مع أن القرآن في موضع آخر يقول إذا قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، آل عمران 55. بعض المسلمين يقول أن هذا بعد القدوم الثاني، ولكن هذا مرفوض، لأن عند القدوم الثاني لا يوجد كافرون حسب رواية الإسلام، لأن الكل سيتبع عيسى. إذن هذه الآية تصف حال المسيح عندما جاء بالجسد أول مرة من 2000 سنة، لأن الكافرون لا يزالون موجودين بيننا وإلى الآن. مش المسيح هيجي ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويقتل الدجال؟ مشكلة مش كده؟ طيب، ولإثبات الحقيقة خلنا نأخذ الأدلة من المسيحيين والمسلمين. المسيحي يقول إن الأناجيل الأربعة كتبت بواسطة متى شاهد عيان، يوحنا شاهد عيان، مرقس كتب إنجيله تحت إشراف بطرس رسول المسيح شاهد عيان، لوقا كتب الإنجيل بناء على شهادة القديسة مريم العذراء شاهد عيان، وكلها كتبت في القرن الأول من الميلاد، وكتبت من قبل أشخاص عاشوا في نفس المكان وفي نفس الزمان اللي تم فيه الصلب. المسلم ينكر صلب المسيح ويدعي أن المصلوب شبيه له بسبب شهادة القرآن، وهي وثيقة واحدة فقط وليست أربعة مثل الإنجيل، ولم يكتب القرآن قصة الصلب من قبل شاهد عيان أو من قبل شخص عاش قرب الحدث أو في زمان الحدث. السؤال المهم هو هل تصدق شهادة شهد واحد أو شهادة أربع شهود؟ هل تصدق شهادة شاهد ما شافش حاجة بسبب بعده عن المكان اللي صار فيه الصلب وعدم تواجده في وقت الحدث، أو شهادة أربع شهود عاشوا في زمن الحدث وقريب منه؟ بالنسبة لي شهادة أربع شهود عاشوا في زمن الحدث وقرب مكان الحدث أقوى بكثير من شهادة شاهد واحد بعيد عن الحدث ولم يتواجد في وقت الحدث. إيش رأيك أنت؟ الأناجيل الأربعة يعني الشهود الأربعة تجيب على أهم 5 أسئلة بخصوص الصلب: من، ماذا، متى، أين، ولماذا. من هو المصلوب؟ يسوع الناصري. ماذا؟ إيش اللي صار؟ ما هي الأحداث؟ تم القبض على يسوع وتمت محاكمته وجلده وصلبه ودفنه. متى؟ يوم الجمعة ليلة سبت
وقت عيد الفصح قبل المغرب، أين تم القبض عليه؟ في بستان عند جبل الزيتون. حكم في بيت رئيس الكهنة قيافة. اقتيد إلى بيلاطس اللي أصدر الحكم، ثم أخذ إلى هيرودس اللي أرجعه لبيلاطس مرة ثانية، وتم صلبه في مكان يدعى الجلجسة بين للصين، ودفن في بستان في مدينة القدس. لماذا؟ لأن اليهود وجدوه مجدفا، يعني كافر، والرومان حبوا يقتلوه علشان يرضوا اليهود وما تصير فتنة أو ثورة. كل هذه الإجابات موجودة في الأناجيل الأربعة، يعني الشهود الأربعة، وكل هذه الشهادات تتفق مع بعضها البعض وتكمل بعضها البعض. لكن في القرآن اللي يدعي بأن المصلوب شبه لهم، نطرح نفس الأسئلة: من؟ ماذا؟ متى؟ أين؟ ولماذا؟ من؟ ما يعرف. القرآن ما عنده جواب واضح. اختلف المفسرين في شخصية الشبيه، وفي النهاية يقولون الله أعلم. ماذا؟ القرآن ما يعرف. لا نعرف تفاصيل وقوع الشبه، فقط هناك ادعاء بدون أي سند أو دليل. متى؟ لا نعلم. هل حدث الشبه قبل الصلب أو أثناء المحاكمة أو أثناء الصلب أو بعده أو حين حدث الظلمة أو قبل هذا بأيام؟ ما في حد يعرف. طيب، أين صار الصلب؟ أين حدث الشبه؟ في البستان أو في القدس أو في قصر بيلاطس أو في بيت رئيس الكهنة أثناء المحاكمة؟ ما يعرف. ما في إجابات بالقرآن تتحدث عن الشبيه. لماذا؟ ليش صار الشبه؟ البعض يقول لكي ينقذ الله المسيح من أيدي المجرمين، ولكن بإمكان الله أن ينقذ المسيح بوسيلة أخرى، خصوصا أن ربنا ناوي يرفعه لعنده، فكان بإمكان الله أن يرفع عيسى أمام أنظار أعدائه بدون اللجوء إلى لعبة الشبه والشبيه. طيب، السؤال المهم هو: أنت هتقبل شهادة من؟ بالنسبة لي هقبل شهادة أربع شهود متفقة شهاداتهم بشكل تام ومكمل بعضها البعض، خصوصا أنهم شهود ثقة وعاشوا بالقرب من الحدث وفي نفس المكان اللي صار فيه الحدث وفي نفس الزمان. طيب، أدلة إضافية. هناك أدلة خارج الإنجيل تثبت عملية صلب المسيح، ولا توجد وثيقة تثبت العكس. نمسك شهادة المؤرخ اليهودي فلافيوس يوسيفوس 37 إلى 100 ميلادي، الذي وصف المسيح بأنه رجل حكيم وحكم عليه بالصلب. لوسيان الساموسطي 150 إلى 200 ميلادي، ذكر أن المسيحيين يعبدون رجلا حكيما مصلوبا. كورنيليوس تاسيتوس 55 إلى 120 ميلادي، يذكر أن المسيح صلب في عهد بيلاطس البنطي. إذن من تصدق؟ شهادة أربع شهود صادقة وبها تفاصيل وقرائن متفقة مع بعضها البعض، أو شهادة شاهد واحد بدون أي تفاصيل ومشكوك في صدقها؟ الأمر بين يديك. أما أنا فقد آمنت وحكمت بأن المسيح يسوع الناصري هو الذي صلب في عهد بيلاطس البنطي ودفن وفي اليوم الثالث قام. آمين. يا الله.
يا الله يا الله يا الله. افتح عيون البشر ونور الأذهان، ذوب قلوب من حجر عاصية من زمان، رجعها لك حسسها لك، رجعها لك حسسها لك. يا مانح الغفران يا الله يا الله يا الله. انت الطريق وانت الحق وانت الحياة، انت الطريق وانت الحق وانت الحياة. يا الله يا الله. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم من جديد في فقرة جديدة من فقرات كلام ودي. كسعوديين ما كنا نعرف أي علاقة أو جذور تربطنا بالمسيحية، فالتاريخ العربي الإسلامي ما أبدأ أي اهتمام بالمسيحية بين العرب، فما كنا نسمع عن تواجد للمسيحيين في الجزيرة العربية إلا على استحياء، واحتمال يكون السبب أن لا يقال إن الإسلام أخذ شيء من المسيحية. تعتيم فصلنا عن تاريخنا وحقيقتنا وجذورنا الإيمانية. كنا نتعجب وجود مسيحيين من أصول خليجية في الكويت والبحرين، ونقول أكيد هذول أصلهم مش خليجي، ونتعجب أكثر إذا سمعنا أسماء عائلات معروفة في مجتمعنا لها مفهوم أو دلالة مسيحية، مثل الراهب أو المسيح أو الصليبي أو القس، وكنا نتساءل كيف جات ذا الأسامي في مجتمعاتنا؟ كنا كذا حتى عام 1986، وقت تم اكتشاف أطلال كنيسة مسيحية موجودة غرب مدينة الجبيل شرق السعودية، كنيسة ترجع للقرن الرابع الميلادي، يعني موجودة قبل دخول الإسلام بما يقارب من 200 سنة، كأكبر شاهد على التواجد المسيحي القوي شرق الجزيرة العربية قبل دخول الإسلام. اكتشاف سبب صدمة وهزة في أوساط المجتمع السعودي، وخلاهم بين مصدق ومكذب، عشان كذا طلب عدد كبير من المشايخ إنها تهدم ويطمس أثارها نهائيا. لكن أبشركم الكنيسة موجودة إلى اليوم، لكن ممنوع زيارتها. ومن هنا حبيت أقدم لكم حلقة خاصة نتكلم فيها عن التاريخ المسيحي في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام، واللي كانت تعج بالكنائس والرهبان والأساقفة والأديرة والأبرشيات. فقد كان العرب من أوائل من قبل دعوة السيد المسيح، واحتمال كبير يكون بعضهم احتك بالمسيح مباشرة أثناء تنقله بين المدن، ويعتقد أن بعض العرب عرفوا السيد المسيح شخصيا
وربما تغيروا على يده، لكن المؤكد هو وجود عرب في القدس حين حل الروح القدس على التلاميذ الاثنى عشر، مثل ما هو مذكور في سفر أعمال الرسل. كما أن الكثير من المؤرخين يؤكدون أن المسيحية انتشرت في الجزيرة العربية بواسطة بعض تلاميذ السيد المسيح أو من خلال أحد السبعين رسول، فلاقت بشارة الإنجيل قبول مميز جدا في كل أنحاء الجزيرة العربية. فبدأ الانتشار المسيحي في الجزيرة العربية مع بداية بشارة السيد المسيح، لكن بلغ ذروته في القرن الرابع والخامس وحتى دخول الإسلام. فدخل في المسيحية الكثير جدا من القبائل العربية الكبيرة، وهالشيء ساهم بشكل كبير في انتشارها، لا سيما مع وجود ممالك عربية مؤمنة بالسيد المسيح، مثل مملكة الغساسنة في سوريا، واللي كان لها دور كبير ومميز جدا في دخول المسيحية إلى عمق الجزيرة العربية واليمن، فشيدت الكنائس وأرسلت المبشرين، وكانت الكنيسة السورية في ذاك الوقت من أهم دعائم المسيحية وأكبر مراكزها في المنطقة. كما كان أيضا لحملات التبشير النشطة لمملكة المناذرة في الحيرة دور بارز وأساسي في انتشار المسيحية وترسيخها على امتداد الساحل الشرقي للجزيرة العربية، بداية من نهر الفرات إلى عمان. فمن الحيرة انطلقت الإرساليات المسيحية على الطريق التجاري نحو الخليج العربي، وعينت أساقفة وبنت مراكز للتعليم وشيدت الكنائس ونشرت الأديرة وامتدت الأسقفيات على طول ساحلنا الشرقي. ونذكر من المراكز المسيحية المنتشرة في ذيك الفترة أسقفية سماهيج، وأسقفية الخط، وأسقفية هجر، وأسقفية دارين، وأسقفية مازون، وأبرشية في قطر، والكثير من الكنائس المنتشرة في الإمارات والظهران والجبيل وعمان والكويت والبحرين. وإلى وقت قريب كانت جزيرة فيليكا أو فيليكا الموجودة في دولة الكويت مركز مسيحي معروف ومرموق ومشهور جدا على مستوى الخليج العربي. أما الحبشة واللي انتشرت فيها المسيحية سنة 320، فكان لها الفضل الكبير في دخول المسيحية بقوة في أرض اليمن والحجاز. وكان المسيحيين في مكة يرجعون لعدة أصول، فمنهم الأحباش ومنهم الأقباط ومن أهل نجران ورعاية من المناذرة ورعاية من الغساسنة ومن أنباط سوريا وبعض الرهبان والتجار، بالإضافة إلى جماعة من سادة القوم كانوا على المسيحية، مثل عثمان بن الحويرث وورقة بن نوفل بن أسد وعبيد الله بن جحش والكثير غيرهم. وتواجدت المسيحية في الطائف بعد وتبوك ويثرب، حيث كان للمسيحيين هناك ثلاث كنائس. ووصلت المسيحية إلى قلب الجزيرة العربية عن طريق المبشرين والرهبان والتجار المسيحيين. ومن الأماكن اللي قبلت المسيح في ذيك المنطقة نذكر دومة الجندل ووادي القرى واليمامة. ومن القبائل العربية المشهورة اللي قبلت المسيح بشكل كلي أو جزئي نذكر قبيلة تميم، إحدى أكبر القبائل العربية، وقبيلة بكر وتغلب بنو بكر بن ربيع، والمناذرة مؤسسي المملكة العربية جنوب العراق، والغساسنة مؤسسي المملكة العربية في الأردن وجنوب سوريا وحوران، وعندكم قبيلة طي وكلب وتنوخ ولخم، وغالبية قبيلة امرؤ القيس، وهم قبيلة عبد القيس على طول الساحل الشرقي في الجزيرة العربية، وجزء كبير من قبيلة كندة في الشمال، وربيعة وبنو أياد وبنو لخم، وجميع القبائل العراقية من أصول يمنية مثل تيملات وتنوخ وبني قضاعة وبني صخر في وادي القرى. أعزائي المشاهدين، بالأمس كانت أجراس ونواقيس الكنائس تضرب في أرض الجزيرة العربية، وكانت أسماء كعبد المسيح وعبد الفادي ويوحنا منتشرة بين أهلها الطيبين، وكانت الترانيم ترفع ويذكر اسم الله، وكان المسيحيين يحتفلون بأعيادهم، أعياد الميلاد والقيام والشعانين، ويقيمون الصلوات
ويعمدون عيالهم ويحبون الناس ويمجدون المسيح. واليوم أبشركم يعود للمسيح عشرات الآلاف من أبناء الجزيرة العربية الأصليين في السعودية والبحرين وقطر والكويت وعمان والإمارات واليمن والعراق، وتعود معاهم نفس الترانيم ونفس الأسامي ويحتفلون بنفس الأعياد ورجعوا يعمدون عيالهم. وفي كل يوم جديد يخلص المسيح نفوس جديدة تمجد الله وتقبل خلاصه. فعطية الله عظيمة وخلاصه كبير والحصاد كثير جدا ولله الحمد. كنا معاكم اليوم وبنكون معاكم الأسبوع الجاي بإذن الله. شكرا لكم وفي أمان الله. مثل ما تشتاق الغزلان إلى جداول الماء، كذا تشتاق نفسي لك يا الله. نفسي عطشانة لله الإله الحي، فمتى أجي ووقف قدام الله؟ قد صارت دموعي طعامي الوحيد نهارا وليل، إذ إنهن قال لي كل يوم وين إلهك. يوم أتأمل في نفسي تعاودني هذيك الذكرى، كيف كنت أمشي محشود العابدين المحتفلين بالعيد وأقودهم في الحضور إلى بيت الرب هاتف معهم فرح وحمد. ليش أنتي مكتئبة يا نفسي؟ وليش أنتي قلقانة فيا؟ ترجي الرب فإني أبقعد أحمده لأنه عوني وإلهي. إلهي إن نفسي مكتئبة في، علشان كذا أذكرك من وادي الأردن ومن جبال حرمون ومن جبل مصعر. أمواج النكبات توالت عليك ما توالى مياه شلالاتك، يبدي الرب لي رحمته في النهار وفي الليل ترافقني ترنيمته صلاة لإله حياتي. أقول لله صخرتي ليش نسيتني؟ ليش أطوف النايح من مضايقة العدو؟ لقد عيرني مضايقيني وسحقوا عظامي، إذ إنهم يقولون لي طول النهار وين إلهك؟ أحبتي في المسيح، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، وحنختمها زي ما يقولوا ختامها مسك في هذا الاختبار اللي جانا من بغداد. الأخت فا من بغداد تقول: أنا ولدت في بغداد وتعلمت في جامعتها ونشأت في أسرة مسلمة سنية سلفية متشددة. عندما أصبحت 18 سنة كنت أبحث عن الجامعات العريقة في العالم والدراسات الكبيرة، وبالصدفة وجدت مقطع على اليوتيوب عبارة عن نقاشات إسلامية ومسيحية. بدأت الأسئلة والشكوك تدور في رأسي، وبدأت أسأل الشيوخ في بلدي عن نشأة الإسلام وعن هذا المقطع والمقاطع الموجودة على اليوتيوب، فقالوا لي بشكل قاسي: هؤلاء كفرة ويجب عليهم أن يتوبوا. فكانت النتيجة أني طردت من عملي، ولكن هذا يجعلني أكثر شغفا للمعرفة عن شخص الرب يسوع المسيح. وأيضا زادت أسئلتي عن محمد والإسلام، ولماذا الكلمات الآرامية موجودة في القرآن، حتى كلمة قرآن هي في الأصل كلمة مسيحية. وعندما ظهرت داعش وهي تمارس الإسلام بكل دقة وتستخدم آيات قرآنية وحديث لتبرير القتل والسرقة والاغتصاب،
تيقنت أن الإسلام دين عنيف. وفي نفس الوقت كنت أقرأ في الموعظة على الجبل للرب يسوع المسيح الموجودة في متى الإصحاحات 5-8، وبها مبادئ الإيمان المسيحي، كيف أن المسيحية دين سلام ومحبة ومغفرة. ولكن أكثر شيء لمس قلبي هو قول المسيح في متى 5:43-48، سمعتم أنه قد قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين، لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فهي أجر لكم، أليس العشارون أيضا يفعلون ذلك؟ وإن سلمتم على أخوتكم فقط فأي فضل تصنعون؟ أليس العشارون أيضا يفعلون هذا؟ فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. أشكر الرب يسوع المسيح لأنه ران الطريق والحق والحياة بالمسيح يسوع. آمين. الرب يباركك يا أخت فمن بغداد ويستخدمك أكثر وأكثر. أنت يمكن كنت تبحثي عن جامعة عريقة عشان تدرسي فيها، لكن أنت الآن تعلمين أنه الرب كان يبحث عنك ولقاكي، والمهم أنه لما لقاكي ناداكي وانت قلتي لبيك يا رب وسمعت صوته واتبعت يسوع المسيح. فأمين. أصلي من أجلك ومن أجل عيلتك وأسرتك، الرب يستخدمك لمجد خلاص النفوس في أسرتك. وأمين الرب يعطي أهل قريتك وبلدك أنه يفتحوا أذانيهم ويسمعوا لصوت الرب وهو يقول لهم تعال أيها المثقل والمتعب وأنا أريحك، ويستخدمك أيضا في هذا العمل العظيم بالمسيح يسوع. آمين. أحبتي المشاهدين، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، وأترككم في رعاية المسيح إلى أن نلتقي الأسبوع القادم. إلى اللقاء.